ماذا لو كان للبشر خياشيم تمكنهم من التنفس تحت الماء كالأسماك تماما؟ كم سيكون من الرائع أن تسبح جنبا إلى جنب مع الدلافين والسلاحف المائية ما دمت تريد ذلك؟ هل سيعني التنفس تحت الماء أننا سنتمكن أخيرا من استكشاف كافة البقع المائية على كوكب الأرض؟ هل سنتخلى عن هذه الحياة الأرضية وننتقل للعيش في قاع البحار؟ ربما سنتمكن من مشاهدة التلوث الذي أصاب محيطاتنا وسنقوم بتنظيفها. إن لم تكن غواصا حرا أو تنحدر من شعب البقاو والذين يمكنهم البقاء تحت الماء لأكثر من 13 دقيقة، قد تتمكن من حبس أنفاسك لمدة دقيقتين فقط، لكن إن لم تكن متدربا فمن المرجح استسلامك بعد 30 ثانية فقط. بالنسبة للبشر، الأكسجين هام جدا، فهو يساعد خلايا جسدك على أن تمدك بالطاقة، ووسطيا نستنشق الأكسجين 16 مرة في الدقيقة. لو أننا فقط نتمكن من استنشاق نفس عميق تحت الماء فلن تكون حياتنا نفسها، أو هل ستكون كذلك؟ لقد تبين أن مجرد القدرة على سحب الأكسجين من الماء لن تكون كافية لتحويلك إلى قاطن مائي طوال الوقت، والسبب لأنك إن اتجهت نحو أعماق المحيط فستعاني من انخفاض حرارة الجسم، وهي انخفاض درجة حرارة جسمك لأقل من 35 درجة سلسيوس، وسيتوقف قلبك ونظامك العصبي عن العمل، وستكون أعضاؤك في طريقها إلى التوقف التام. لن تبقى حيا في المياه الباردة لأكثر من 90 دقيقة. لكن ماذا لو أنك لم تمضي إلى هذه الأعماق؟ هل يمكنك الاستقرار بالقرب من السطح؟ حسنا، لدى قولنا أن أجسامنا غير ملائمة تماما للحياة تحت سطح الماء، لم نقصد التنفس فقط، فنحن نفتقر أيضا إلى الكمية الكافية من الشعر على أجسامنا أو الدهون الكفيلة برفع درجة حرارتنا في الماء البارد لمنع انخفاض درجة حرارة أجسامنا، وأيضا نفتقد الزعانف. بالطبع يمكنك شراء زوج من الزعانف، لكن وللأمانة لا تتمتع أطرافنا بالكفاءة اللازمة حين يتعلق الأمر بالسباحة. كما أن أعيننا ليست متكيفة للرؤية تحت الماء، وإن لم تكن بالقرب من الشعب المرجانية فلن يكون هناك الكثير لتشاهده على أي حال عدا ظلام دامس مستمر طوال اليوم موحل جزئيا. ستكون مضطرا لتعلم لغة الإشارة بما أنك لن تتمكن من قول شيء، فبعد امتلاء رئتيك بالهواء لن يكون هنالك ما يدفع حبالك الصوتية للعمل. بالطبع انسى موضوع الرسائل النصية، وفي الواقع انسى أمر أي من الإلكترونيات غير تلك المقاومة للمياه، فلو سبق وأنك أسقطت هاتفك يوما في بركة ستعرف وببساطة أنه لن يعمل، إضافة إلى أين ستتمكن من شحن هذه الأشياء؟ تخيل كيف ستتناول عشاءك تحت الماء. هل حاولت يوما تناول معكرونة في قاع البحر؟ لن تساعدنا الخياشيم على الحركة تحت الماء، لكنها ستساعدنا في طرق عدة أخرى. ستكون تركيبة عالم تحت الماء أكثر أمانا بكثير، ولن يقتلك سقوط ناطحة سحاب في المحيط. ربما سنتحول إلى نظام وسائط نقل عامة جديد، مترو أنفاق تحت الماء. ستأخذك المياه المتدفقة إلى وجهتك ولن تعاني من انبعاثات غازات الدفيئة. فقط لا تنسى بدلة نيوبرين الخاصة بك لإبقائك دافئا. في هذه التغيرات تحت المائية سنرى مدى تلوث محيطاتنا، وعاجلا أم آجلا سنبدأ بتنظيف كل البلاستيك الذي رميناه في المحيطات وجميع الكيماويات التي ألقيناها هناك. وستنقل الزراعة في الماء المالح إلى مستوى جديد، إذ سنبدأ بزراعة محاصيل قادرة على تحمل الملوحة، وكذلك الكينوا والبنجر والتمر وكرنب البحر، وذلك لتغذية أنفسنا، كما سنحتاج نباتات أخرى كالأعشاب البحرية لإطعام الأسماك والجمبري. في الحقيقة ستغير الخياشيم حياتنا، وربما يوما ما وبواسطة سحر الهندسة الحيوية سنكون قادرين على أخذ نفس عميق تحت سطح الماء. وهذا ليس خيالا، فقد تمكن العلماء من اختراع حقنة تغنيك عن التنفس لنصف ساعة، وهذا الاختراع يعد من أهم مجالات التقدم الطبي في السنوات الأخيرة، فقد صمموا جسيمات ميكرونية يمكن حقنها في المجرى الدموي للإنسان، تعمل سريعا على أكسجة الدم أي ربط الأكسجين به، وستؤدي هذه الجسيمات هذا العمل بحالة تقييد عملية التنفس وحتى بتوقفها بالكامل، ويمكن استعمال هذه التقنية احترازا مسبقا في المجالات البحرية، إذ يحدث الغرق خطرا حقيقيا
فبمقدور فرق الإنقاذ البحري حقن أنفسهم قبل الشروع بعملية الإنقاذ، وبإمكان العاملين في اللحام تحت الماء استعمالها إن حوصروا داخل الماء أو فقدوا الهواء في بذلاتهم، وأي استعمالات أخرى في مجالات متعلقة بالماء تبدو جديرة بالاهتمام. إعجابك بالفيديو ونشره بين أصدقائك هو دعم للقناة. اتركوا تعليقاتكم في الأسفل وترقبوا مغامرتكم الافتراضية القادمة. كلنا نعرف أهمية المياه الحلوة لحياة الإنسان والحيوان والنبات، والمياه الحلوة تشكل 3% فقط من إجمالي المياه في العالم، ويتمثل ثلثا هذه المياه الحلوة في الجليد والثلوج عند القطبين وعلى رؤوس الجبال. وهذا يعني أن المياه الحلوة الطبيعية ينابيع وبحيرات وأنهار تشكل 1% فقط من إجمالي المياه في العالم. ولكن هل تعتقد أنه سيكون الأمر أفضل إذا تحولت كل مياه البحار إلى مياه حلوة؟ الإجابة عكس ما تظن تماما. هناك فرضيتان متضاربتان كلتاهما تؤدي إلى نتيجة نفسها، وهي انقراض معظم أوجه الحياة على وجه الأرض. تقول الفرضية الأولى إن تيارات المحيط تعتمد على ملوحة المياه وفرق درجة الحرارة لتنظيم الدورة الحرارية الملحية لمياه المحيطات، ودورة هذه التيارات هي أحد العوامل الرئيسية في تثبيت المناخ، وبالتالي فإن اختلالها سيؤدي إلى اختلال التوازن المناخي للكوكب، ومما أن الماء الحلو يتجمد عند درجات حرارة أعلى من الماء الصالح سيتجمد كثير من مياه المحيطات، وسندخل في عصر جليدي وسيمتد الجليد حتى يغطي الجزر البريطانية في الشمال ويصل إلى أطراف أفريقيا وأمريكا الجنوبية من الجنوب. أما في ناحية المناطق الاستوائية فإن اختلال التوازن المناخي وانعدام الدورة الملحية الحرارية سيؤديان إلى ازدياد الرطوبة وهطول الأمطار، ولكن نتيجة الأهم هي أن الأعاصير والعواصف ستزداد عدداً وضراوة، وذلك سيصعب من حياة الناس حول مناطق خط الاستواء. ونتيجة الحتمية هنا أن معظم الكائنات البحرية ستنفق لأنها لا تستطيع العيش في مياه حلوة، فيما عدا بعض الفصائل مثل أسماك السلمون. وهذا سيغير حتماً النظام البيئي ويكسر العديد من السلاسل الغذائية الطبيعية في هذا الكوكب الجليدي. أما الفرضية الثانية فتبدأ من نفوق الكائنات البحرية. تقول هذه الفرضية إن نفوق الطحالب البحرية سيقلل من عملية التمثيل الضوئي إلى النصف، ومع تحلل الخلايا الميتة لهذه الحيوانات ستنبعث نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون عن طريق أكسدة البكتيريا لجثث هذه الكائنات، مما يعني ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون وانخفاض نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي، وبالتالي سيزداد معدل درجة الحرارة بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون لحرارة الشمس. واختلال التوازن التركيبي للغلاف الجوي والازدياد الواضح في درجة الحرارة سيؤديان إلى نفوق معظم كائنات الحياة البرية على هذا الكوكب الحار. لكن هناك نتيجة أخرى انطلاقاً من نهاية هاتين الفرضيتين، هي أن مياه الأمطار والأنهار ستحمل الأملاح من اليابسة، وأن الأملاح المترسبة في قيعان المحيطات ستبدأ بالذوبان في الماء الحلو، بالإضافة إلى كثير من المعادن المنبعثة من البراكين في المحيطات. وستبدأ هذه العوامل تدريجياً على مر ملايين السنين بإعادة التوازن الملحي للمحيطات، مما يعني أن الحياة قد تبدأ من جديد وسيعد الاختفاء. فالظاهر أن هذه النسبة بين الماء الحلو والمالح مضبوطة ضبطاً دقيقاً من قبل الخالق، فسبحان الذي خلق كل شيء بمقدار. هل أعجبك الفيديو؟ حسناً، يمكنك البحث عن حلقة أخرى. اشترك في قناتنا واكتب تعليقك واضغط زر الإعجاب على فيديوهاتنا لتشجيعنا على تقديم الأفضل.